Ambasador Kuvajta Jusuf Abdul Samad posjetio je sjednicu, a tom prilikom u ime naroda Kuvajta, ekonomski ugroženom dijelu stanovništva, dodijelio je pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Bismillahirrahmanirrahim. يسعدني في البداية الالتقاء فيكم في هذه المناسبة وأقول لكم كل عام وأنتم بخير ورمضان عليكم مبارك. أقوم يسعدني شو بس السريو في تشتيتا غاما رمضان يكاجة بايرام رمضان شريف مبارك مبارك وسعيد إن شاء الله اليوم بالتعاون مع أخونا محافظ المدينة. أقوم يسعدني شو زبكتا سرادنيا بتوزيع الحقائب الافطار حقائب الافطار الرمضانيه على مجموعه من الاسر والاهالي المحتاجه. اذا فضل رمضانسكي باكيتي اذا مسلم اذا لودي كوني ما تربته. والمقدمه من اخوانكم من محسنين من دوله الكويت. ناتشي توي دوناتسيا بريكو دوبري لودي از كويتا. باشراف بيت الزكاه الكويتي. بريكو انستيتوتسيا كوسيزوفي بيت الزكاه كوتشا زكاتا. وبتنفيذ من سفاره دوله الكويت في بلغراد. ويسترشيو تاي بروجرام امباساد درجه الكويت او بيوغرادو. وان شاء الله نتواصل معاكم في كل سنه. ان شاء الله سفكي جودين تشدا بوده تو اكو بوغدا. ونتمنى لكم رمضان مبارك وهني. يوبي تشستيتا فاما رمضان. وسوف نتواصل مع اخينا كذلك المحافظ. اي اوفيك تشيمو ان شاء الله ديما مسرادنا سا غوسبودين جرادو ناتشلنيك كيسينيتسا. لمعرفه الفرص المتاحه للتعاون بين دوله الكويت وهذه المدينه. ابي سازنا لي اوفي موكوتشو سرادي ازميني راسو ريزي بروجيكتي. كوتش ده بود فريد سينيتسا اللي ان شاء الله نرتبها قريبا. كوتش ده بود مثل كوتش ده بود اكو بود اسكرو. وشكرا جزيلا على حضوركم. فالا فام بونو شو سيدوشت. شكرا. يا شيخ وزاهر من جوه اكسلنس يوسف امباساد مشكوكم كويتا كوي ليش نسمو سامو بريتلي نسمو سادو ودانا سيبراتشا مش بس اصدقاء احنا اخوان i naša buduća saradnja će biti za dobrobit svih građana. Inshallah, yani في المستقبل راح يكون التعاون بين يعني لمصلحة كل المساكنين في مدينة سينيتسا. To je naša bratska zemlja, naš ambasador brat. يعني u budućnosti ćemo šefetna Likuet i inshallah sarađivati. Inshallah راح يكون في تعاون بيننا. Sjeničanima je prilikom posjete podijeljeno 60 paketa namirnica. Pomoć i posjete ovakvog tipa organizovane su i ranijih godina pred mjesec Ramazan.